ذويب 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 العربي الداخل ويخرج كرة توش توش نقيت فريق تونس نفذ نجيب غميد تتفك نجيب غميد تمشي للعربي ويخرجها عالي ياسر توش نقيت فريق تونس توش الفايت فريق التونسي تميم تميم عقيد مخالفة ضد الفريق المغربي مع عقيد مخالفة الفايت الفريق التونسي باش ينفذها العبيدي العبيدي ينفذ و قذفة نجيب الإمام البرة ضايعة الآن نجيب غميد ثلاث دقائق لعب نتيجة تعادل 0-0 أحمد دلاحي هزاز هزاز هجوم هجوم اخر العبيدي العبيدي تتفك كريمو كريمو حسين انافال احمد فراس فراس القاسمي تبع في كوره ومراقب الخط يمشي لا الحكم كان قريب يقول ركنية ويقول 6 أمتار وإنذار شفاهي للاعب المغربي مختار ذويب مختار ذويب العبيدي توش 5 دقائق لعب نتيجة تعادل 0-0 في ملعب المنزه عندك الحق ما انتبهتش للطريقة البطيئة ففطني الزميل بارك الله فيه مخالفة شكونه العربي أحمد فراس توش الفيت الفريق التونسي تتنفذ غميز ذويب ذويب في ساق غويني غويني الجبالي تميم تميم العربي ومخالفة تتنفذ عند مختار ذويب 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 عقيد تميم تضرب والداخل الجيبوميض قاسمي مختار ذويب تميم العبيدي العبيد وتمشي البابا على مسافة طويلة ياسر عبر جبال مختار ذويب مختار ذويب يهز كرة عالية ياسر علي الكعبي علي الكعبي فراس تمشي لكريمو كريمو نجيب غميض مرة أولى والثانية لتميم تميم مختار ذويب خارقة للعادة خارقة للعادة ويتيح العربي ويقوم عند العبيدي العبيدي تميم والحكم مش باش يحتسب مخالفة ضد بابا داخل خط منطقة 18 متر على أساس أنه وقف بفليكسيون في المجدرة وقف يحب يخلي الكرة تخرج ضايعة ولو تميم مسه بيديه لكن ثم مخالفة واضحة وينذر شفاهيا العبيدي
تتنفذ تميل تتفك وتمشي عند ذويب. ذويب يتعرض عمر الجبالي وتخرج له توش الفريق من فريق المرض. 8 دقائق لعب، نتيجة تعادل 0-0 في ملعب المنزل بين فريق تونس وفريق المربي. أحمد اللاحي، علي الكعبي، علي الكعبي، قاسمي طارق، قاسمي 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 العبيدي، وترجع للي صار. ما ثم حتى حد من الهجوم مغاربة، عطوبة مفترضي خلي قاسمي يسبق كورة و تخرج ركنية الفيت الفريق التونسي، الركنية الثانية في الدقيقة 10. تميم الشوط عبيدي تميم وتخرج جانبية ضايعة. مع هزاز كريم ولو اخذ رقم 5 لكن يلعب هجوم. 5 لهجوم ستة امتار قاسمي ما ياخذهاش. علي الكعبي، مختار ذويب، مختار ذويب العبيدي، مختار ذويب العبيدي، قصيرة المسافة، يعاود ياخذها القاسمي يخليها لتميم، تميم يبعد من العربي ويسبقها، يعاود يفكها العربي، ومخالفة لفيت الفريق التونسي. نفذت المخالفة وتخرج توش لفيت الفريق التونسي. تميم تميم غميض ما ياخذهاش. هجوم وعكس لفيت الفريق المغربي. أحمد دلاحي، غويني غويني، علي الكعبي، علي الكعبي من مسافة بعيدة يحيلها في منطقة فارغة العتوقة. عمر جبالي يحولها لليمين، مختار ذويب، تميم تميم والعربي، تميم والعربي، تميم تميم تتفك لتميم، وهجوم عكس لفيت فريق المغرب. اللعب متواصل، اللعب متواصل. مصطفى 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 كريمو كريمو، مخالفة ضد ضد كريمو، نفذت من علي الكعبي العتوبة. مراقب الخط هو اللي أشار على المخالفة. 11 دقيقة لعب ونتيجة تعادل 0-0. فريق التونسي تحصل على ركنيتين في الدقيقة 12. قاسمي، مختار ذويب، مختار ذويب، عقيد عقيد تتفكلوا عند السماط، ومخالفة ضد السماط. السماط رقم 10، لا غلطة لا غلط، تتواصل وتتفكل. هزاز، نجيب غميض، العبيدي، مختار ذويب، تميم 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 يتعدم العربي تميم ويخرجها لليمين العبيدي. العبيدي كرة عالية ياسر ضايع.
على كريم الملعب نمرة خمسة. لا غلط هذيك كلها. أول كريم خمسة، حسينة ستة، مصطفى ثمانية. مصطفى ثمانية. شريف ما يلعبش، أحمد بالله. اللعب متواصل، سينا علي الكعب عطول. مختار ذويب تميم. طارق، طارق نجيب الإمام، المسافة يخلط وأحمد دلاحي يخرج له كرة توش. توش البيت الفريق التونسي، كعبي طارق كعبي علي الكعبي عالية هزاز باهية من هزاز، تدخل هائل. و 15 دقيقة تعدوا الشوط الأولاني والنتيجة تعادل 0-0 ما بين الفريق التونسي والفريق المغربي. أحمد دلاحي، أحمد دلاحي، مصطفى حسين أنفال، سينا أنفال، كريمو ومختار ذويب. توش الفيت الفريق المغربي. كريمو تدخل هاي الياسر وما تخرج ركنية، كرة تخرج توش لفايت فريق المغربي. تتلعب وتضرب مع نجيب غميز وتخرج توش أخرى. فعلا العبيدي، توش أخرى الفايت الفريق المغربي. تنفذ ويدخل عمر الجبالي يغطي على الدفاع. السميري، ولكن السميري متسلل ومع ذلك عطوبة تعرض له ونحيل وعملية بسيكولوجيك مع عملية نفسانية. كعبي تميل، تميم تتفكلوا من عند أحمد دلاحي وتخرج توش الفيت فريق تونسي. غويني ما ينجمش ياخذها. طارق، توش أخرى الفيت الفريق التونسي. السميري هو اللي خرجها مع طارق. علي الكعب، عقيد وتوش أخرى أو مخالف، وخالف الفيت الفريق التونسي علي الكعبي. علي الكعبي هز كرة عالية، طارق مخالفة ضده. خالف الفيت فريق المغربي. سمات هو اللي يلعب ظهير ثالث رقم 10، بينما كريمو يلعب متوسط هجوم. مصطفى من عند حسين عنفال، مصطفى يتيح، مصطفى طارق لتميم، تميم والآل الإمام والعربي، الإمام والعربي اخلط عليه العربي وتوش الفيت الفريق التونسي. ذويب، طارق والسميري مخالفة ضد السميري، مخالفة ضد السميري يعني ضد الفريق المغربي.
اللي باش ينفذها طارق. ترجع ومخالفة ضد نجيب الإمام. الممرمين مع الخطط نتاعهم حاصرين بعضهم ياسر، اللاعبية المحترفين المغاربة معناها ثم خطط واضحة من دفاع الفريق التونسي. أيضا اللاعبين التوانسة، طارق محاصر من رقم 11 السميري، و تميم العربي خصيصا اللاعب متواصل علي الكعبي. علي الكعبي والغويني، علي الكعبي والغويني تخرج كورة توش الفريق فريق المغرب. أحمد الله نجيب غميض مرة أولى، وعلي الكعبي الثانية، تميم طارق، تميم طارق، طارق مختار ذويب، مختار ذويب، مختار ذويب ما وصلتش السمات رجعها. عمر جبالي يهز كرة عالي ياسر وتخرج توش الفريق فريق المغرب. في نطاق التحسينات التلفزيونية الإدارة العامة أخذت جهاز مثل هالمناسبات الهامة ياسر، وهي الإعادة بطريقة بطيئة. علي الكعبي والغويني تضرب على الأخشاب وما تخرجش ركنية، الخشب متاع الركنية قد قد وتمشي العتوتة من عند علي الكعبي، من عند عمر جبالي. الإمام مخالفة ضد العربي. عشرين دقيقة، 25 نتيجة تعادل 0-0. ذويب، ذويب طارق، طارق تضرب الكرة في جدار الدفاع وترجع توش الفيت فريق تونسي، تتنفذ من عند نجيب الإمام. طارق وتوش أخرى الفيت فريق التونسي تتنفذ عند الإمام، والحكم ما مشاش مع نجيب الإمام في الطيحة لأنه تظهر كأنها ضربة جزاء. الملعب يزلق ياسر، وهجوم معاكس لفيت الفريق المغربي. كريمو، كريمو وعملية سريعة ياسر والصعيبة ياسر. عمر جبالي بالداخل ما ياخذهاش، و مغطي بابا ما ينجم يعمل حتى شيء، ذويب غطاله ثنيه. وهجوم الفريق التونسي، العبيدي، العبيدي احمد الله يقبل تميم للصماط، صماط مصطفى، صماط مره اخرى بابا، العربي، العربي هو بابا. تميم، تميم تمشي كره للقاسمي، قاسمي تميم. ثم برشا مراوغات من المهاجمين، كل واحد يبدل في المكان متاعه والمكان آخر. العبيدي والعربي، العبيدي والعربي، الحارس مرمى هزاز. عملية تمويهية، تنقيل الإمام، تنقيل السميري، تنقيل تميم، ينقل من مكان لمكان، يحاول يغلط علي الكعبي والغويني. نجيب غميز عند مصطفى، أهو مصطفى، لا لا حسينة، سميري، مصطفى، حسينة، حسينة، علي الكعبي يتعرض وما يخليش كرة تعدي، سكر فيها توش الفيت فريق المغرب. حسينة، أحمد اللاحي، أحمد اللاحي، أحمد اللاحي، مصطفى، مصطفى، سمات، سمات، العربي، 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 ومخالفة سمات. قلت لك سمات خذيتها من ظلم سمات، فرماسيون خذيتها من عند من الفايت اربيتراج مع الاربيتر والمارك. انت غلط، الله يهديك. مش هكا سمات.
تحول القذفة إلى ركنية، وهي الركنية الأولانية لفايت الفريق المغربي في الدقيقة 24. على الرغم من المعاكسة من الدفاع من عمر الجبالي، عطوك عاود خذاها. عمر الجبالي يقظة من الفريق المغربي في مناسبتين كانوا صعاب ياسر. عمر الجبالي مختار دمير العبيدي، أنا أجيب الإمام، خالد القاسمي، عمر الجبالي، وترجع نجيب غميز، طارق مخالفة ضد السميري، السميري هو رقم 11، خمسة وعشرين دقيقة في الشوط الأولاني ونتيجة التعادل 0-0. مختار ذويب ترجع من عند العربي لعمر الجبالي، ذويب مخالفة أخرى الفيت ذويب، يعني الفيت فريق التونسي، باش ينفذها العبيدي. هزاز وضيع الهزاز واختار صفر، تمشي عاود طارق الداخل، واحمد دلاحي بعد الاختار، مختار ذويب ارجع عند مصطفى كريم، مخالفه ضد نجيب غميد، العربي، مصطفى، نجيب غميض مرة أخرى، العربي، خالد القاسمي، مسافة قصيرة ياسر، والعربي تخرج الكرة توش، توش الفيت فريق تونس. نفذتوش عند العبيدي، العبيدي طارق، كورة طارق ضايعة 6 أمتار قدام مرمى هزاز، بلاحي هزاز مرة أخرى، طارق للعبيدي داخل تميم، فك من عند العربي لكن يأخذها غميض، غميض مرة أولى، ثانية تتفك عند دلاحي، وهجوم عكس حسينة، حسينة مصطفى، علي الكعبي تتعدى كرة لكن نجيب الإمام يغطي على علي الكعبي، لعمر الجبالي جاسم على مسافة طويلة ياسر، العبيدي ومخالفة ضده، التنفيذ عمر جبالي، عقيد تضرب في عقيد وترجع نجيب الإمام، نجيب الإمام تسكرت الثنية يداخل عمر جبالي، ولكن تسلل ضد أحمد فراس،
عمرو جبالي مختار ذويل. النتيجة باقي تعادل 0-0. الشوط الأولاني 28 دقيقة. تميم العربي خرج بها ذويب. ذويب مباشرة وفرصة يستنى فيها الإمام. فرصة ثمينة ياسر تتاح للفريق التونسي ونجيب الإمام قاعد يخمم. قاعد يخمم يستنى في الكرة في داخل المدافع الفريق المغربي وحولها إلى ركنية. الركنية الثالثة لفايت الفريق التونسي لكن الفرصة الأولى اللي تعتبر حقيقة فرصة ذهبية. تميم تميم المختار ذويب. ركنية أخرى. ركنية رابعة. تتنفذ الركنية من عند تميم. وضيع فرصة أخرى على علي الكعبي. قذفة علي الكعبي ما كانتش محظوظة القذفة إذا صح التعبير هذا. فضايعة 6 أمتار. هزاز. هزاز مصطفى يتبع فيه العبيدي. شالو تميم لحسينة الكرة. حسينة علي الكعبي. لا مسافة قصيرة ياسر وخطيرة ياسر. يتداخل خالد القاسمي ويصلح خرج كرة توش. كرة علي الكعبي الملعب يزلق شوية فضعيفة هي والملعب مبلول ما وصلتش. علي الكعبي وقذفة بابا ضايعة. ما زالوا 14 دقيقة وينتهي الشوط الأولاني والنتيجة التعادل 0-0 ما بين الفريق التونسي والفريق المغربي في ملعب المنزه في تونس. عمرو جبالي. نجيب الإمام خرجت له توش الفيت. توش الفيت الفريق المغربي. أحمد دلاح. عمرو جبالي علي الكعبي مخالفة ضده ضد الفريق التونسي مع غويني. حسين نافال هو اللي باش ينفذ المخالفة. تنفذت المخالفة والهدف اليوناني. وترفض نتيجة التسلل. تسلل من مراقب الخط مختار ذويب. مختار ذويب طارق كورتو حصلت عند العربي. تميم 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 تضيع فرصة أخرى. تضيع قذفة تميم تضيع فرصة ثمينة ياسر كان نجم يعاود يقدم بها لكن كان عنده ثقة باش يشوط. قذفته ما وصلتش. أحمد دلاح. كريم. لا حسينة. حسينة فراس. فراس وغويني. وركنية من عمرو الجبالي. ركنية من عمرو الجبالي لفايت الفريق المغربي في الدقيقة 33. هذه الركنية الثانية. أحمد فراس ينفذ الركنية. حسينة تتهز من عمرو الجبالي تمشي لتميم وترجع قدام حسينة. سمعت أحمد دلاحي مشيله نجيب غميض تمشي لأحمد فراس. تسلل تسلل ضد لغويني. عيب
تسلل يتنفذ عن نجيب الإمام من علي الكعبي. علي الكعبي طارق العبيدي، العبيدي يسجل الهدف الأولاني. الفريق التونسي بالدقيقة 34 هذيك القطعة متاع طارق والعبيدي يسجل بها هدف. خلف الطارق غلطة الدفاع وتعدات قدام العبيدي اللي حولها إلى هدف هايل معاودة. طارق هي طارق تتعدى بعد الظهير الثالث والعبيدي يحولها إلى هدف. مخالفة الفيت الفريق الماضي. أحمد فراس، حسينة، وقذف قضايا. اللي سهل الهدف هو أن القذفة متاع طارق مشاش في الحارس، جات غلطة الدفاع تماما. مقترض ويبعتوه عطوطة عمر جبالي، عمر جبالي ذويب، ذويب العبيدي، العبيدي والعربي ومخالفة في الفريق التونسي. العبيدي وتتفك ويولي يتبعها حسينة، يتبعها حسينة عند ذويب، ذويب وهجوم معاكس، هجوم معاكس. كريمو، كريمو نجيب غميض عقيد ومخالفة ضد بابا تتنفذ من عند تميم علي الكعبي ما ياخذهاش. توش الفايت الفريق المغرب. الإمام مش علي الكعبي. غويني، غويني حسينة، علي الكعبي ترجع للعب عن نجيب غمير. الإمام نجيب الإمام، نجيب الإمام، نجيب الإمام ومخالفة ضد غويني. و شنيا الورقة شنيا لونها؟ صفرة. انذار ضد لغوين، الانذار الاولاني. طبعا الفريق المغربي يلزم يحط كل امكانياته لان الهدف عنده قيمة كبيرة ياسر. مخالفة ضد الفريق التونسي تنفذ ما بين بابا وهزاز. عمر الجبالي العبيدي ما ياخذهاش، الداخل خالد القاسمي، تميم، تميمو العربي، تميمو العربي ما خرجتش كرة عند العربي. لاعب متواصل مصطفى، مصطفى منطقة كريمو، كريمو، كريمو مخطر ياسر، الداخل لغويني، عطوقة من عند علي الكعبي، علي الكعبي من عند عطوقة.
علي الكعب، نجيب الإمام، نجيب الإمام، الإمام لعلي الكعب، مسافة قصيرة ياسر ياخذها حسينة، عقيد، عقيد طرف، 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 طارق تتفك وتمشي عند بابا كريمو، حسينة، سميري، سميري يتبع فيها علي الكعبي عند مختار ذويب ما ياخذهاش، ويدخل خالد القاسمي عند العبيدي، العبيدي عقيد ويتيح عقيد ومخالفة ضد الفريق المغربي. مازالوا 5 دقائق ينتهي الشوط الاولاني ونتيجة هدف مقابل صفر. الفايت الفريق التونسي سجل في 34 دقيقة عن طريق العبيدي. مختار ذويب، مختار ذويب، لا مختار ذويب، عقيد، والقذفة قذفة عقيد، قذفة علي الكعبي تمشي طرف الإمام وترجع عند الإمام، عند الإمام علي الكعبي، علي الكعبي في الدين هزاز. التفت إلى ياسر، عمر الجبالي معاكسة مرة أولى والثانية خالد القاسمي عند العبيدي، عبيدي، العبيدي للوسط الظهير الثالث الصمت، حسينة نفال، حسينة أرجع ومخالفة ضد خالد القاسمي. وخالفة ضد خالد القاسمي، المسافة تشوفوا فيها فريق التونسي الكل في الدفاع، فريق المغربي عنده 3 4 5 اللي متوقع منهم القذف، 2 أحمد فراس وحسينة، بينما السميري وبابا، مش السميري، أحمد دلاحي وبابا المدافعين، ويقع الظهير الثالث واسمر. الحكم السويسري يفصل، يحب ياخذ المسافة القانونية. عتو باهية قذفة أحمد فراس، لكن الصعيب تخاتل عتو. تميم، المسافة قصيرة ياسر تتفك وترجع عند الفريق المغربي. حسينة، حسينة، عتو، عطوقة قاعد يبعد من أحمد فراس ويرجعها للعب، تتمس تمشي نجيب ليمان، مخالفة ضد لغويني، مخالفة ضد لغويني، مازال 3 دقائق نتيجة هدف مقابل صفر لفايت الفريق التونسي. طارق علي الكعبي، علي الكعبي، علي الكعبي، العبيد يضيع فرصة الهدف الثاني. العبيدي عطى علي الكعبي كورته ومشات، لكن الحقيقة معناها باش ننصفوا العبيدي، كانت اعلى شويه الوضعيه نتاع الموقف اللي هو فيه واخذها عاليه. بابا العربي، هزاز، علي الكعبي، العربي، ذويب، العربي، السميري، السميري والداخل طارق، ويمشي الكره العبيدي، العبيدي، عمر جبالي، عمر جبالي، طارق والسميري، طارق والسميري، طارق، طارق، وتوش الفيت الفريق التونسي عن طارق. مختار ذويب،
طارق للمختار ذويب، عقيد وما خلاهش الشوت، وهجوم معاكس. عطوب قدام احمد فراس، خرج له كره توش، وهذاك اللي نجم يعمل اخر وقت، اخر وقت باش يزيد يطمنوا، خرج له كره توش باش يربح الرجوع قدام مرمى. علي الكعبي توشة الفيت الفريق المغربي الغويني، علي الكعبي توش اخرى الفيت الفريق المغربي حسينة، توش اخرى الفيت الفريق المغربي. الوقت تعدى 45 دقيقة، 45 دقيقة انتهوا انتهى الشوط الاول، ونستناو الحكم باش يقول. وهذه توش اخرى مع عقيد وحسينة. بابا سمات مختار ذويب، توش اخرى الفيت الفريق المغربي، والحكم السويسري يعلن نهاية الشوط الاول. الشوط الاولاني انتهى هدف مقابل صفر الفيت الفريق التونسي، الهدف السجل في الدقيقة 34 عن طريق طارق للعبيدي، والفريق التونسي تحصل على 4 ركنيات الدقيقة الثانية والعاشرة وثمانية وعشرين ركنيتين، الفريق المغربي تحصل على ركنيتين 24-33. جاءوا فرصتين الفريق المغربي وكوينياس العطوقة صمد فيهم، وجاءوا 3 فرص للفريق التونسي، ضاعوا منهم 2 عن طريق نجيب الإمام. من ملعب المنزه إلى اللقاء في الشوط الثاني. باش نتبعوا مع بعضنا هذه الفترة الثانية من المقابلة الهامة اللي كيف ما نعرفوا يعيشها الجمهور التونسي، واللي يحضرها ما لا يقل عن 60,000 متفرج غصت بهم مدارج الملعب الأولمبي بالمنزه. وننتظر الآن في ضربة البداية اللي باش تكون لصالح الفريق المغربي. نشوفوا فراس وضربة البداية إذن لصالح الفريق المغربي، بينما النتيجة كيف ما نعرفوا هي أنت تفوق الفريق التونسي بهدف مقابل صفر. الهدف شاهدته جاء عن طريق خميس العبيدي في دقيقة 34 على إثر تمريرة هائلة من طرف طارق، تمكن باش يسجل الإصابة الأولى عن طريق العبيدي. ثم طارق وكعبي كذلك هم بدورهم في نهاية الشوط الثاني ضيعوا فرصة لتسجيل إصابة ثانية. ترجع الكرة عن طريق الجبالي، يتقص الهجوم، لعب في وسط الميدان. ما مازلنا ما نعرفوش كيفاش باش يكون وجه هذا الشوط الثاني من المقابلة. الفريق التونسي متفوق، هل ترى باش يواصل الهجومات نتاعو؟ طارق تميم وما ياخذش الكرة، ما ياخذش على الكرة. طارق تمشي 6 أمتار لصالح الفريق المغربي. ظل ثم تبديل في تشكيلة المغرب. التبديل هذا يهم لاعب غويني رقم 7 واللي كيف بنعرف يسجل إصابة المغرب في مقابلة الذهاب يوم 12 ديسمبر الماضي، واللي ما ظهرش ياسر في الشوط الأول من المقابلة. إذن تعوض باللاعب المعروف جزا. ما ثماش تبديل في تشكيلة الفريق التونسي لحد الآن. نجيب الإمام يتقص الكرة، هي داخل التبديل هذا يهم لاعب غويني رقم 7 واللي كيف بنعرف يسجل إصابة المغرب في مقابلة الذهاب يوم 12 ديسمبر الماضي،
واللي ما ظهرش ياسر في الشوط الاول من المقابله. اذا تعوض باللاعب المعروف جزا. ما ثماش تبديل في تشكيله الفريق التونسي لحد الان. نجيب الامام يتقص الكره يدخل جبالي. باقي الهجوم لصالح الفريق المغربي لكن الكره بعيده ياسر. عتوقة بمساعدة تدويب وجاسمي وجبالي ياخذ الكره بكل سهوله. وجه الكره الى الذويب. الذويب عتوقة مره ثانيه. غمير خميس العبيدي. العبيدي في اتجاه مين؟ مين يبعد على العربي يقذف وترجع الكرة في التوش لصالح الفريق التونسي. نفذ التوش. غمير خميس العبيدي. العبيدي في اتجاه مين؟ مين يبعد على العربي يقذف وترجع الكرة في التوش لصالح الفريق التونسي. نفذ التوش. لعبيدي ولفايت المغرب حاليا. 5 دقائق او 4 دقائق بالضبط منذ بداية الشوط الثاني. دائما الفريق التونسي متفوق بهدف مقابل 0. ذكركم المقابلة هذه الدور في نطاق الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم لكرة القدم اللي دور النهائي نتاعها باش يكون في صائفة 1978 في الأرجنتين. مخالفة لصالح الفريق التونسي. باش ينفذ المخالفة بابا قلب دفاع الفريق المغربي. كريمو يطيح. كريمو الحكم ما يعتبرش مخالفة. تذكركم ان الحكم هذه تونس. نفذ ركنية ما بين الإمام ومصطفى. بل حسينة نفذ المخالفة. تميم طارق. طارق حاب يواجه الكرة لعبيدي لكن بعيدة عن لعبيدي. موح عطوقة يغادر المرمى نتاعو كيف ما قام بنفس العملية في الشوط الأول وخرج الكرة في التوش. محاولة إذا من جنب الفريق المغربي. عطوقة تبع في الكرة في مدينة. مش ممكن باش يقوم بمجهود وما يكملوش. عطوقة كعبي بعيد عليه الكرة. بابا العبيدي داخل مدافع الفريق المغربي. توش لصالح الفريق التونسي. توش باش تتنفذ عن طريق ذويب. ذويب العبيدي بل تميم. تميم بمس الكرة بيده. إشارة من مراقب الخطوط. مخالفة إذن لصالح الفريق المغربي. ميم رجع على اليمين بعد ما لعب مده على اليسار طيله الشوط الاول واصبح الصراع ما بينه وما بين العربي. حسينه كريمو بل سميري وقذف فراس ذويب.
العربي مصطفى تجمع من لاعبين والحكم يعلن عن المخالفة لصالح الفريق التونسي. لحد الآن ما شاهدناش بعد مضي 7 دقائق من الشوط الثاني محاولات خطيرة نحو مرمى الهزاز حارس الفريق المغربي، بينما عتوقة داخل مارتين. جبالي دويب، العربي عقيد، تميم عقيد، عقيد يقذف في الوسط في اتجاه الإمام، يخش الكرة الإمام تمشي إلى سميري، كريمو في اتجاه أحمد فراس، تبع فيه القاسمي، فراس يتخلص من القاسمي وإجبالي، إجبالي كرة في التوش، توش لصالح المغرب. كلنا نعرف اللي مقابلة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1. هدفين سجلوا عن طريق غويني دقيقة 34، ثم عقيد دقيقة 57، وعتوق مرة ثانية، عتوق يزايق المهاجم الفريق المغربي مصطفى بالكريمو، وركنية لصالح الفريق المغربي. الركنية باش تتنفذ عن طريق الجزاء. يقذف جزار، رجع الكرة غمين، هجوم يرجع عن طريق حسينة، بينما الحكم يعلن عن مخالفة ضد الفريق المغربي، لا ضد الفريق التونسي. المخالفة باش تتنفذ عن طريق العربي. عربي بصفة مباشرة، والهدف التعادل، هدف التعادل لصالح الفريق المغربي عن طريق فراس بالراس. فراس أو مصطفى، نعود نشوفوا المحاولة هذه وبالراس، على ما أظن فراس أو مصطفى، نعود نشوفوها ببطء. محاولة لونجان كبير ياسر قام بها عتوقة، لكن ما تمكنلوش باش يتصدى لهذه القذفة القوية بالراس. شوف العربي يحدث المخالفة، ومصطفى، مصطفى هو اللي سجل إصابة التعادل إذن لصالح الفريق المغربي في 10 دقائق لعب أو 9 دقائق من الشوط الثاني. ونعتبر الآن المباراة باش تبدا من جديد بين الفريقين. لاعبيدي يقذف وركنية. دائما كالعادة مقابلة تونس والمغرب حادة ومتعادلة، وهذا منذ ما يقرب عن 15 سنة. لعب مازال متواصل. سميري، فراس، فراس دائما خطير، جزار، نمام، يدخل بابا، تفذت وجه لصالح الفريق التونسي. العربي مس الكرة، والركنية لصالح الفريق التونسي. في عدد الركنيات طبعا الفريق التونسي متفوق، لكن نعرف ان الركنيات ما عندها اي دخل في نتيجة المقابلة.
وإذا تمت المقابلة هذه بالتعادل فنعرف الكل أن باش يقع اللعب ضربات الجزاء. تميم لاعب يدي كان ترجع الكرة في اتجاه جبالي. جبالي تميم يخرج الكرة أمام العربي، ما تخرج الكرة، العربي يوجه الكرة في الوسط. حسينة، حسينة بجانبه فرس، يوجه الكرة إلى مصطفى ليسجل إصابة التعادل للفريق المغربي على أثر مخالفة نفذها العربي. بينما وصلنا للدقيقة 14 في الشوط الثاني، فرس طبعا الهدف التعادل شجع لاعبين الفريق المغربي، وننتظر فيما سيقوم به لاعبين الفريق التونسي. العربي، حسينة، حسينة التالي مصطفى، سميري قصد الهجوم عن طريق طارق، طارق في اتجاه الإمام، هجوم باهي لصالح الفريق التونسي. الإمام لعبيد يخلي الكرة إلى الكعبي، كعبي واصل في الهجوم يتعرض لبابا ويتحصل على ركنية، ركنية للفريق التونسي. اللي خرج الكرة في الركنية هو أحمد اللاحي أو المعروف بقلاوة. ما زال متواصل هجوم الفريق التونسي وركنية أخرى لفايت الفريق التونسي. تميم هو اللي باش يقوم بتنفيذ الركنية، يداخل حزاز بل هزاز لعبيدي طارق، خلي الكرة تمشي لكعبي، متواصل هجوم الفريق التونسي تحصل على التوش حاليا وقذف في دين هزاز. ربع ساعة لعب بالضبط التعادل بين تونس والمغرب في مقابلة الإياب للترشح للدورة الثانية تصفيات كأس العالم. طارق بل ذويب، ذويب يراجع الهجوم لصالح الفريق التونسي. لعبيدي، لعبيدي حب يوجه الكرة للعقيد لكن يدخل العربي مرتين، العربي ومخالفة وربما انذار، انذار باش يوجهه للحكم إلى نجيب غميد. هذا هو الانذار الثاني في المقابلة، الانذار الأول كان من نصيب لغويني في الدقيقة 37 من المغرب، ونجيب غميد في الدقيقة 16 من الشوط الثاني يتحصل هو بدوره على انذار رسمي من طرف الحكم السويسري لهذه المقابلة. طبعا حماس الجماهير انقص شوية في هذه الدقائق بعد تسجيل إصابة التعادل من طرف الفريق المغربي، وننتظر في العودة إلى اللعب. مصطفى ولاعب دولي من عام 1978، أصبح الآن محترف في سويسرا وعمره 28 سنة.
سينا. طارق، طارق يرجع الهجوم لصالح الفريق التونسي. ذويب أمام السميري، مخالفة ضد المغرب، نفس اللاعب اللي قام بالهجوم ذويب هو اللي باش ينفذ المخالفة. محاولة من الإمام في دين الهزاز. أو 18 دقيقة لعب التعادل. إذن نعيش الآن محاولات من الفريق التونسي للعب بطريقة أكثر هجومية في الشوط الأول، بينما اللاعبين المغرب شاهدناهم في الشوط الأول ما حاولوش باش يحاولوا خاصة باش يعزز الدفاع، لكن الآن أصبح اللعب متعادل ويجب على اللاعبين الفريقين باش يقوموا بالهجومات. والفرصة تضيع على الكعبي. قص الهجوم توش لصالح الفريق التونسي. ميم مخالفة لصالح الفريق التونسي. عقيد تميم طارق أمام الكرة باش ينفذ المخالفة. يظهر لي تميم، لا جبالي أو تميم على كل حال. مخالفة تبعد تقريبا 20 متر عن مرمى هزاز. قذفة من جبالي. قاسمي العبيدي عقيد، مخالفة ضد عقيد. 20 دقيقة لعب، دائما تعادل، بينما يظهر لي باش يقع تبديل في تشكيلة الفريق المغربي. مازال على كل حال اللاعب ما كان نمشيو شوية في الوسط الميدان. هجوم لصالح الفريق المغربي حاليا. جبالي طارق تميم، تميم يتبع فيه قلاوة. تميم، تميم، تميم يقذف بصفة مباشرة، قذفة أرضية سهلة في دين هزاز. شوفوا كنا نشوفوا في اللاعب رقم 15 اللي يستعد للدخول في تشكيلة الفريق المغربي ويكون هو التبديل الثاني بعد ما تبدل لغويني باللاعب جزار. لاعب 15 على ما أظن أمان الله، عمره 21 سنة، أصغر اللاعبين في الفريق المغربي. قذفة طويلة ما فيهاش أي جدوى، 6 أمتار إذن لصالح الفريق المغربي. بينما يظهر لي باش يقع التبديل حاليا، اللي باش يخرج هو حسينة رقم 6. وكان نمشيو شوية لوسط الميدان. بولبابا رقم 6 يخرج إذا ويتعوض برقم 15. اللي عوض
حسينة هو بوسكي. ركن لصالح الفريق التونسي عن طريق الإمام. يقذف الإمام يدخل هزاز يغادر المرمى متاعه وقذف هزاز على خط المرمى بالضبط. قذفة هائلة من ذويب أرضية لكن هزاز في آخر لحظة وعلى خط المرمى بالضبط ياخذ الكرة. 27 دقيقة لعب أو 26 بالضبط. دائما التعادل بين تونس والمغرب. شوف المحاولة كنا نشوف فيها ببطء. ونذكركم هذه أول مرة إذاعة والتلفزة التونسية تتمكن باش تستعمل طريقة النقل الصور بطريقة بطيئة. وهذا شيء ربما يستبشر له الجمهور التونسي. وربما كذلك تحل في المستقبل عدة مشاكل بالنسبة لبعض الأهداف. أو تواصل هجوم وضيع فرصة أخرى على الفريق التونسي. تميم يرجع الهجوم لصالح الفريق التونسي. يدخل مصطفى. تمشي الكرة إلى بوساتي. بوساتي وأحمد فراس الآن. ذويب يقذف. تميم يمس الكرة التالي في اتجاه عقيد. عقيد يرجعها إلى الكعبي. كعبي يقذف أرضية في سقين مصطفى. فراس. فراس هجوم معاكس في اتجاه جزارة. جزارة أمامه جبالي. خطيرة لكن يتمكن جبالي باستعمال شوية عنف باش يتصدى للهجوم الفريق المغربي ومخالفة أيضا ضد الفريق التونسي. مخالفة بينما جزار مازال طايح على القاع. مخالفة ثم جزار وثم سميري. مخالفة تبعد 20 متر عن مرمى توغا. قذفة أرضية. جسمي يوجهها إلى العربي. عربي خطيرة وعتوبة بينما تسلل. إشارة من مراقب الخطوط ما شاهدتهاش. على كل حال عتوبة قام بالمجهود المنتظر ومخالفة لصالح الفريق وتبديل. رؤوف بن عزيزة يدخل. كنمشيو شوية على اليمين نشوفوا شكون خرج. عقيد. الإمام. هو التبديل المعروف ما بين الإمام وبن عزيزة. خميس العبيدي. فراس أمامه دائما الجسمي. فراس. طارق. طارق يقص الهجوم. وجه الكرة إلى تميم. تميم في الوسط. العبيدي. العبيدي استعد الإمام. اللي عقيد هو اللي خرج. عفوا ان شاهدنا الامام قام بالهجوم هذا. شارك في الهجوم. حط الكره في مكان المخالفه لصالح الفريق المغربي عن طريق العربي وهزاز. وهزاز هو اللي باش يرجع الكره للعب.
ذويب ما يتمكنش باش يخلط على الكره قبل خروجها من الميدان. توجد لصالح الفريق المغربي فراس العربي ابرز لاعبين الفريق القومي المغربي. لاعبيدي بعد الكره على الامام ياخذها موح الدين او موح قذفه من جزار في الوسط يتعرض لها الكعبي تمشي الكره الى طارق بن عزيزه في اتجاه الكعبي وقلاوه والامام. الامام يحاول باش ياخذ الكره على القلاوه قبل ما تخرج محاوله باهيه من الامام يقذف الامام لعبيدي لكن الكره بعيده لعبيدي اخوها الحارس المرمى هزاز. 30 دقيقه بالضبط في الشوط الثاني مازالت ربع ساعه لنهايه المقابله والتعادل دائما 1-1 بين الفريق التونسي والفريق المغربي. ذويب لعبيدي طارق تميم لكن يطيح تميم بينما جات الكره من عند الامام وضيع فرصه على الفريق التونسي فرصه في هجوم منسق. مصطفى غميض تميم مخالفه لصلاح تميم مخالفه لصالح الفريق التونسي في 32 دقيقه لعب. طارق يقذف بن عزيزه ما يخوش الكره يحاول باش يخلط عليها قبل ما تخرج في التوش لكن التوش لصالح الفريق التونسي. كعبي ضيع الكره على الهجوم قلاوه هو اللي رجع الكره على الهجوم الان لصالح الفريق المغربي. فرس مصطفى جزار في الوسط ذويب يقص الهجوم في اتجاه طارق تميم العربي تبع فيه حب يوجه الكره لطارق تضيع الكره على طارق وتميم تمشي الى سميري يقص الكره الامام تمشي الى جزار يدخل ذويب طارق تميم الامام فرصه ضيعه الامام لتسجيل الاصابه الثانيه لكن ربما كانت تم اشاره من الحكم ما شاهدناش حاجه اللي ما ثماش تسلل ما ثماش مخالفه. كل حال هزاز مازال يتالم شيئا ما بعد المحاوله الخطيره اللي قام بها امام الامام. مس في يده اليسار يده اليمين يدخل فراس وننتظر في العوده الى اللعب. كما نشاهد دائما مقابلات تونس والمغرب كتب لها ان تكون مقابلات حاده ومتعادله وبالتعادل سواء 0-0 او 1-1 اذا استثنينا مقابله دارت عام 72 واللي كانت نتيجتها 3-3 بين الفريقين هنا في ملعب الاولمبي بالمنزل. تحط الكرة في مكان المخالفة رجع الكرة جسمي حكم يحتسب مخالفة لصالح فرس وضد القاسمي
العربي ربما هو اللي باش يقوم بتنفيذ المخالفة أو فراس العربي دائما. العربي يقذف في اتجاه جزار وكريمو وركنية لصالح الفريق المغربي. ركنية 35 دقيقة لعب، مازالت 10 دقائق لنهاية اللعب. جزار هو اللي باش ينفذ الركنية. خطيرة خطيرة وضيع الكرة ما بين ثلاثة لاعبين من الفريق المغربي. فرصة لتسجيل الهدف الثاني ضيع على المغرب. كانت ربما نعاودوا نشوفوا الركنية هذه بمد ضيع الكرة على الشميري ثم كريمو ثم سميري هو الأخير اللي ضيعها يقذف البحر. المرة الأولى جزار ثم كريمو ثم سميري يقذف الكرة عالية عن مربع التوب. كعبي حاول باش يدخل أمام قلاوة. حكم يعلن عن ركنية لصالح الفريق التونسي. ركنية باش ينفذها الكعبي. كعبي هو اللي باش يقوم بتنفيذ الركنية. ما ثم حد يدخل موح. حاول باش يرجع الكعبي. غميض حاول باش يدخل هو بدوره لكن بدون نتيجة. سميري يراجع الهجوم لصالح الفريق المغربي. غميض ذويب تميم لعبيدي لعبيدي لشكون ما ثم حد. يحاول باش بن عزيز يخلط على الكره التي تبع فيه قلاوه. جزار جزار سميري على اليمين كره تخلط الجزار. حكم يحتسبش مخالفة تواصل اللعب. غميض عتوقة عتوقة قاسمي بل ذويب ذويب خميس العبيدي. قاسمي جبالي ثم مخالفة لصالح الفريق التونسي. مخالفة من بابا على الإمام. الإمام يقوم بالهجوم. الإمام يقذف. الإمام يقذف. تميم تميم ذويب يقذف ذويب. حاول باش ياخذ كرة بن عزيزة لكن تمشي إلى جبالي. جبالي وقذف في دين هزاز. مازال تقريبا 8 دقائق لنهاية المقابلة. إذا انتهت بالتعادل فطبعا الحصة الإضافية. تميم تميم تضيع الكرة ما بين تميم والإمام. ما تبعش الكرة الإمام ويستعد الحارس المرمى الفريق المغرب باش يرجع الكرة للعب. طارق لحظات حاسمة في هذه المقابلة. العبيدي بل تميم إلى ذويب. ذويب عالية عالية ويدخل بابا في الركنية. ركنية لصالح الفريق التونسي في دقيقة في الشوط الثاني.
توش لصالح الفريق التونسي. قص الكرة عن طريق المدافع موح، بينما تسلل ضد فرس. طارق لاعبيني، جبالي، تميم الى ذويب، باهي من ذويب محاولة لكن هزت كرة حتى في سقيل العربي. عربي سميري حاول باش داخل ذويب يفك الكرة لكن تمشي لها موح. موح جزار، جزار في الوسط، الكعبي وفراس، ترجع الكرة من الكعبي لكن في سقين بابا. خطيرة وذويب في التوش أمام عتوبة. توش لصالح الفريق المغربي. اللي باش ينفذ التوش بوساتي، بل جزار هو اللي باش ينفذ التوش. ذويب، تميم، تميم ما ثم حد باش يرجع الكرة بسرعة. غمير، كعبي، بن عزيزة، كعبي، تميم، غميض، لعبيدي، جبالي، وقذفة أخيرة البرة عن مرمى هزاز. ما زالت 4 دقائق لنهاية الوقت القانوني. أربع دقائق بينما هزاز يستعد لترجيع الكرة للعب. أذكركم أن دائما 1-1 تعادل. جبالي فضل باش يرجع الكرة للعب، ما يوجهاش إلى عتوقة. العربي مصطفى قاسمي عتوقة، بينما يشير الحكم بتسلل ضد جزار. ذويب، لعبيدي، مصطفى، مصطفى، خطيرة، خطيرة. جبالي قاعد يتبع في السميري، حكم ما يحتسبش مخالفة، يتواصل اللعب، يرجع الهجوم لصالح الفريق التونسي. بن عزيزة، الإمام، ومخالفة ثانية لصالح الفريق التونسي. مخالفة باش ينفذها لعبيدي، يقذف لعبيدي في اتجاه تميم. تميم حاول، تميم، 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 تاك. بن عزيزة هز الكرة لفوق، فرصة الانتصار يضيعها بن عزيزة، في حين ما زالت لها دقيقة لنهاية المقابلة. بن عزيزة يقذف عالية ياسر، كان ثم، كان هناك مدافع ضايقه لا محالة، غطى عليه المرمى وجبره باش يهز كرة الفوق، وضيع إذن فرصة ذهبية للفريق القومي التونسي لتسجيل إصابة الانتصار في هذه المقابلة. عطوق يرجع الكرة للعب، ما زلنا إلا انتظار نهاية المقابلة وانتظار الوقت الإضافي.
كيف ما كان منتظر من جانب العدد الكبير من الجمهور الرياضي، فالمقابلة متعادلة ويلزمنا مرة ثانية مع بين تونس والمغرب، يلزم على الفريقين باش يلعبوا الوقت الإضافي. العبيدي تميم تضيع عليه الكرة من سميري، سميري تميم يرجع اللعب، ذويب طارق غميض العبيدي يقذف بن عزيزة، لا حكم كان أنا على المخالفة، ضد الفريق التونسي. ياسر المحاولات هذه الأخيرة بتاع بن عزيزة في اللحظات الأخيرة للمقابلة هزت شعور الجماهير. و ترجع الكرة للعب في حين لم كنا هنا ننتظر في زفارة الحكم. محاولات أخيرة من الفريق القومي التونسي الداخل العربي مع تميم العبيدي، والحكم يعلن عن نهاية المقابلة. إذن تعادل 1-1 بين الفريق القومي التونسي والفريق المغربي. نذكركم اللي الأهداف جت عن طريق خميس العبيدي في الدقيقة 34 من الشوط الأول، في نفس الدقيقة اللي سجل فيها غويني هدف الأول للمغرب، بينما الفريق المغربي في هذه المقابلة عدل النتيجة في الدقيقة 55 عن طريق مصطفى. سيدتي وسادتي، نعود بكم الآن إلى دار الإذاعة والتلفزيون. ضربة البداية باش تكون لصالح الفريق المغربي. فرس في وسط الميدان بجانب مصطفى اللي سجل إصابة المغرب في هذه المقابلة، بينما العبيدي هو اللي سجل إصابة تونس كيف ما نعرفه. هجوم لصالح الفريق المغربي، جزار يقذف كان بعيد الكرة 6 أمتار لفايت الفريق التونسي. جبالي بن عزيزة ما يخوش الكرة، وتوش لصالح الفريق المغربي الفريق التونسي. قلاوة يتناقش يخلي الكرة إلى الكعبي، إشارة من الحكم كعبي يزم يوخر التالي. توش على خط وسط الميدان بالضبط بن عزيزة، مثل الكرة قلاوة، كعبي، غمير، مضايقة من جانب لاعبين المغاربة في وسط الميدان ومخالفة لصالح غمير. مخالفة باش ينفذها الكعبي. الجمهور يشجع في الفريق التونسي في بداية الفترة الإضافية الأولى هذه. غميض رجع للكرة وادع، كان بعيدة على تمشي للحارس المرمى هزاز.
هجوم لصالح الفريق المغربي. كرة خطيرة لكن ما ثم حد 6 أمتار للفريق التونسي. 3 دقائق في الفترة الإضافية الأولى، نتيجة دائما التعادل. جبالي هو اللي باش ينفذ 6 أمتار. جبالي بن عزيزة وادع كعبي هو اللي باش ينفذ التوش اتجاه بن عزيزة. عزيزة طارق، طارق كعبي، كعبي طارق. بن عزيزة تعرض له الدلاوة والحكم يعلن عن مخالفة لصالح الفريق التونسي. كعبي هو اللي باش ينفذ المخالفة. تجمع من لاعبين الفريق التونسي والفريق المغربي خاصة في الدفاع أمام هزاز، والكرة لبرا. وادا، وادا قام بالمحاولة بالرأس، المحاولات العادية متاعو. نعاود نشوفوا المحاولة هذه. خطفة الكعبي، وادا أمام بابا لكن البرة. شوفوا أن عدة فرص أتيحت للفريق التونسي في آخر المقابلة، ثم الفرصة هذه اللي جات لوادة. طبعا في هذه الفترة الهدف باش يكون له تأثير كبير على النتيجة النهائية للمقابلة. ونعرف أن في القانون الجديد لكأس العالم، في تصفيات كأس العالم، إذا ما انتهت المقابلة بالتعادل فما بقى إلا ضربات الجزاء اللي تفصل بين الفريقين. وقذفة خطيرة من كريمو. توش لصالح الفريق التونسي عن طريق كعبي بن عزيزة. بن عزيزة سميري، يرجع بن عزيزة مرتين اللي داخل هو جزار أمامنا. نفذ التوش مع فراس. بن عزيزة ومخالفة لصالح الفريق التونسي ضد فراس. جبالي، جبالي لشكون؟ ذويب، بعيد الكرة على ذويب، ياخذها بابا اتجاه كريمو. فراس خطيرة، تبع فيه الكعبي، تبع فيه الكعبي، طيح فراس وكعبي يرجع الهجوم لصالح الفريق التونسي. في لشكون قاعد ينتظر خميس العبيد، ياخذ الكرة قلاوة، قلاوة يرجع الهجوم لصالح الفريق المغربي لكن يتعرض له الكعبي، ثم نجيب غميد هو اللي يقذف في اتجاه تميم. تميم يواصل الهجوم، يوجه الكرة إلى خميس العبيدي، العبيدي يقذف وادع، وادع، وادع. فرصة ثانية اللي وادع، منصف وادع المرة الثانية بالرأس يقذف. المرة الأولى بجانب أخشاب مرمى هزاز، والمرة المرة الأولى بجانب مرمى هزاز، والمرة الثانية فوق الأخشاب. كنا نشوفوا فيها فرصتين لتسجيل الهدف الحاسم تتاح لوادة وللفريق القومي التونسي. طبعا ميم يتمكنش باش ياخذ الكرة، بينما الحكم يعلن عن المخالفة لصالح الفريق التونسي. مش ممكن بعد الفرص هذه باش تضيع المقابلة هذه من الفريق التونسي. مخالفة باش ينفذها طارق. طارق
بن عزيزة وفي الدين هزاز. كان في مكان وادة باش ياخذ الكرة بشقي أنه كان وحده، لكن طبعا في مثل هذه الحالات وفي مثل أهمية هذه المقابلة وخاصة في الفترة اللي تعيشها المقابلة الآن، طبعا عدة لاعبين يكونوا على أعصابهم وفضل باش يقذف بصفة مباشرة بالرأس. العربي عربي ضيع الكرة على مصطفى. العربي دائما يرجع الكرة للعب. غميض فتوش مرة ثانية بل ذويب. وصلنا الآن دقيقة 11 أو 12 في الفترة الأولى هذه. وعتوقة عتوقة يأخذ الكرة أمام بوساتي. كعبي كعبي مصطفى بن عزيزة بن عزيزة يخلي الكرة إلى ذويب. ذويب هو اللي يقوم بتنفيذ المخالفة. غميض 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 ضيع عليه الكرة من جانب العربي. بوساتي معها تميم. تميم يجري لكن يتعرض له بوساتي مرة ثانية يأخذ الكرة. جبالي ذويب ذويب العبيدي دور كرة أمام فراس لكن ما ثماش مهاجم من الفريق التونسي. قاسمي قلاوة طارق طارق بن عزيزة بن عزيزة يأخذ الكرة العربي. مدافع قوي ياسر كيف ما نعرفوه العربي من الفريق المغربي. هزاز فراس بن عزيزة طارق أمام فراس. توش توش لصالح الفريق التونسي عن طريق كعبي. طارق غميض طارق 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 هايلة اتجاه بن عزيزة. قذف بن عزيزة لعبيدي حاول باش يلحق على الكرة. لعبيدي طارق طارق كعبي تخلل على اليسار لكن ضرب الكرة في ساقين جزار. توش لصالح الفريق التونسي عن طريق الكعبي. بن عزيزة أكثر الهجومات حاليا لصالح الفريق التونسي في حين بدنا نقترب من نهاية الفترة الأولى الإضافية. مخالفة لصالح الفريق التونسي ثم كعبي والعبيدي. العبيدي هو اللي باش ينفذ المخالفة. تنفذ وادحة ما لقاش الكرة وادة. توش لفايت الفريق التونسي. ذوي بنفذ التوش. ذويب غميض ذويب غميض ومصطفى إلى الحارس المرمى هزاز. هزاز لعبيدي
نعتبروه من احسن لاعبي الفريق القومي التونسي في هذه المقابله. مصطفى عبيدي حاول باش يضايق سميري. فراس هو اللي عنده الكره حاليا. كعبي يفضل باش يوجه الكره الى عتوبه. كعبي جبالي تميم كعبي بن عزيز قصد الكره من قلاوه غميط تميم وانذار من الى قلاوه. انذار الثالث في المقابله يوجه الحكم السويسري. انذار اول ضد غويني، الثاني ضد غميض، والثالث ضد قلاوه حاليا. مخالفه تنفذ عن طريق تميم وقفه من غميض برا بعيده يسرى على مرمى هزاز. بينما بدينا نقترب ما زالت الا لحظات لنهايه الفتره الاولى الاضافيه، وتعادل دائما 1-1 بين الفريق التونسي والفريق المغربي. هزاز يقذف تدخل من ذويب امام كريمو، ونهاية الفترة الأولى. الفريق التونسي باش يصبح يلعب على اليسار، والفريق المغربي على اليمين. بصفة مباشرة يبدل الفريقين من مكان إلى آخر، وكيف ما نشاهدوا ما جاش شيء جديد في هذه المقابلة. منذ الدقيقة 10 من الشوط الثاني حيث تمكن مصطفى على إثر مخالفة نفذها العربي باش يسجل إصابة التعادل لصالح الفريق المغربي. ضربة البداية ما بين طارق والكعبي. كعبي غميض جبالي يعدي خط وسط الميدان. جبالي لشكون برا، فاحنا لو كان موجودين 4 لاعبين من الفريق من مهاجمين تواسة لعبيد طارق بن عزيز زواده. جاسمي غميض العتوبة. جبالي العبيدي
تبع فيه مصطفى. توش لصالح الفريق المغربي. بابا مصطفى. توش دائما للمغرب. العربي هو اللي باش ينفذ التوش اتجاه كريمو. ياخذ الكره ذويب. ذويب تميم. تميم العبيدي. العبيدي طارق. طارق العبيدي. يقذف العبيدي وركنيه لصالح الفريق التونسي. ماذا سينتج على هذه عن هذه الركنيه في حين ان لعبنا الان دقيقتين في الفتره الثانيه؟ كعبي هو اللي باش ينفذ الركنيه. طارق بن عزيزه يقذف في دين يقذف واده في دين هزاز. قلاو فراس ويخوف فراس دائما. العبيدي كعبي وجه الكرة إلى غميض. غميض ومخالفة ضد فراس. تنفذ المخالفة. كعبي قاسمي. قاسمي جبالي. تميم يمسوا العربي. تمشي الكرة إلى ذويب. تميم 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 يتخلص من زوز لاعبين ثلاثة. بدل الكرة في الوسط. العبيدي ما فهموش بينما بن عزيزة كان بعيد على الكرة. يظهر لي أن لاعبين الفريق المغربي ينتظروا في نهاية الفترة الإضافية الثانية ويفكروا في ضربات الجزاء، بينما الخطر دائما عن طريق فراس. نشاهدوه أمام القاسمي يداخل ذويب مع سميري. العربي فراس أمام القاسمي. ذويب توش لصالح الفريق المغربي. العربي هو اللي باش ينفذ التوش اتجاه كريمو. العربي يقذف البرر. 6 أمتار لصالح الفريق التونسي بينما وصلنا للدقيقة الخامسة في هذه الفترة الثانية الإضافية. سميري بوساتي. قذفة طويلة من بوساتي وركنية لصالح الفريق المغربي. ركنية عن طريق سميري عن طريق جزار. يقذف جزار. يطلع العربي. سميري و6 أمتار. قذفة ضعيفة من سميري البرا. 6 أمتار إذن لصالح الفريق التونسي. الصمت طاغي على المدارج في الحين الآخر كيف ما نسمع الآن
صيحات الجماهير وتصفيق الجمهور التونسي يظهر من حين لآخر باش يشجع الفريق في هذه الدقائق الحاسمة من المقابلة، ودقائق حاسمة كيف ما نعرفوا طالت بصفة غير منتظرة. كعبي قذفة قوية من كعبي لكن تعدت بجانب الأخشاب هزاز، شفناها مرة ثانية. دقائق تمر بسرعة. طارق ياخذ الكرة، كريمو فرس العبيدي، وقذفة أخيرة من السميري عالية ياسر بعيدة على مرمى عتوبة. السميري أمامنا، جبالي يقذف، سميري، غميض، قاسمي، العبيدي، قذفة أرضية من العبيدي يا أخوها العربي، قصها العربي، مصطفى إلى الحارس المرمى هزاز. سميري مصطفى العربي أمام العبيدي، العربي في اتجاه كريمو، بينما الحكم احتسب مخالفة ضد القاسمي. قذفة بالرأس من مصطفى، العبيدي بن عزيزة بلتميم، ميم كعبي، مخالفة لصالح الفريق التونسي واضحة. عندنا 10 دقائق لعب في الفترة الثانية، ما زالت 5 دقائق لنهاية اللعب، وإذا ما صار شيء في ال5 دقائق هذه فيكون مصير المقابلة عن طريق ضربات الجزاء. توش لصالح الفريق التونسي، ذوي بيرجع الكرة اللعب في اتجاه جبالي، يقذف جبالي وهذا يفركس في المكان المناسب لكن مخالفة ضده يظفرها الحكم مع بابا. هزاز كعبي نفذ التوش، بن عزيزة يقذف، بن عزيزة في ظهر مدافع من الفريق المغربي، كعبي رجع الكرة مرة ثانية للعب، يدخل قلاوة، غميض، جبالي، بوساتي، فراس العربي و
جبالي رجع الكرة تمشي لمصطفى. هجوم خطير من الفريق المغربي. بابا على اليمين واخيرا غميض. اخيرا رجع الكرة هو وادي. وادي العبيدي. العبيدي بن عزيزة. العبيدي بن عزيزة ما يتحصلش على مخالفة. توش لصالح الفريق التونسي عن طريق الكعبي. كعبي غميض. غميض طارق. طارق تميم. تميم يرجع ياخذ الكرة وجهها إلى غميض. تميم مرة ثانية. تميم ومخالفة واضحة لصالح الفريق التونسي. دقيقتين ونصف لنهاية الفترة لنهاية اللعب بصفة نهائية. مخالفة باش ينفذها غميض أو طارق. يقذف جبالي عالية البرة. يتباطأ هزاز في تنفيذ الستة أمتار. العبيدي قص الكرة عن طريق بابا. جبالي. وادة بن عزيزة. بل تميم البر. من حين لآخر نعيش فرص للفريق التونسي وخاصة الفرصتين اللي ما تمكنش وادة باش يحولهم إلى هدف في بداية الفترة الإضافية الأولى. فراس دائما خطر. فراس تبع فيه القاسمي. غميض الكعبي. كعبي لكن الحكم احتسب مخالفة ضد فراس. غميض. غميض ضيع الكرة على بن عزيزة بينما جلاوة وجه الكرة إلى الحارس المرمى في حين أن الحكم السويسري السيد والتر هانجر بيلر يعلن عن نهاية المقابلة. إذن بالتعادل 1-1. مقابلة أخرى من 25 مقابلة اللي مضت بين الفريق القومي التونسي والفريق المغربي تنتهي بالتعادل. عدة مرات تفوق الفريق المغربي وعدة مرات فوق الفريق التونسي لكن في أغلب الأحيان كان التعادل هو اللي طاغي بين تونس والمغرب سواء في المقابلات المتوسط أو في المقابلات تصفيات كأس العالم أو مقابلات تصفيات الألعاب الأولمبية أو في كذلك في المقابلات الودية. وما زلنا إلا ننتظر حالياً تنفيذ ضربات الجزاء 5 لكل من الفريقين وعلى أثر ضربات الجزاء طبعا باش يكون المصير النهائي للمقابلة وباش نعرف في هذه الأمسية من هو الفريق الذي يترشح
للدورة المقبلة، الدورة المقبلة اللي نعرفه سواء تونس أو المغرب. الدورة المقبلة تجمع الفريق الفائز مع الفريق الجزائري اللي كان تحصل على الترشح بتاعه على حساب ليبيا سابقا. ربما ما زلنا ننتظر بعض الوقت، نخليكم مع هذه الصور. شوفوا أن خاصة عتوقة وهزاز يستعدوا استعداد كبير لهذه اللحظات الحاسمة. وضربة الجزاء باش تتم في المرمى الأيمن بالنسبة للمتفرجين في المدارج. القذف الأولى طارق، القذف الأولى طارق، طارق طارق هو اللي باش يقذف. إذن كل الجماهير واقفة في المدارج. يقذف هدف لصفر لصالح الفريق التونسي، والقذفة الأولى في ضربات الجزاء. الآن جاء دور اللاعب المغربي. قذف الطارق، شوفوها ببطء. الآن بوساتي، بوساتي يقذف ويسجل. ما تركلش عطوه كيف شاهد باش يتبع الكرة ويعرفها، يعرف اتجاهها بالضبط. نعاود نشوف القطفة. والآن جاء دور خميس العبيدي. الآن 1-1 تعادل بين الفريقين. لاعبيتي يسجل ضربة الجزاء الثانية. ضربة الجزاء الثانية لعبيدي. بينما يستعد بابا لتنفيذ ضربة الجزاء الثانية. هدفين لهدفين، دائما التعادل بين تونس والمغرب. بن عزيزة حاليا هو اللي يستعد القذفة الثانية بتاع بابا، وبن عزيزة هو اللي باش ينفذ ضربة الجزاء الثالثة. حزاز يستعد يريض في أعصاب، وأعصاب كل ما موجود في الملعب. بن عزيزة حاول، قام مجهود كبير حزاز. 3-2 لصالح الفريق التونسي. شوف المجهود اللي قام به حزاز، مس الكرة، ضربة في الأخشاب.
والان الخطه الثالثه للفريق المغربي، جزار هو اللي بيقوم بيقوم بتنفيذها. جزار وعطوبة، ربما الفرصه هذه باش تكون فاصله. عطوبة صد القذف الجزار، الان بعد ثلاثه قذفات لكل من الفريقين، الفريق التونسي متفوق بثلاثة اهداف مقابل اثنين. انا عمر جبالي باش يقذف القذف الرابع للفريق التونسي. بالي واه بالي ضيع من جديد التعادل. ننتظروا القذفه، ننتظروا في القذفه الرابعه على الفريق المغربي. الان فرس متفرج شاب تغى عليه الحماس، يقع إخراجه من الميدان. فراس يستعد. العطوبة، عطوبة يتصدر لقذف أحسن لاعب مغربي. عطوبة للمرة الثانية بعد ما تصدى لقذفة جزار، يتصدى لقذفة فراس. قذفة فراس اللي ما كانش أحد في الملعب يأمل فيها شيء. الآن ثلاثة أهداف مقابل اثنين. القذفة الخامسة الأخيرة، إذا سجل الفريق التونسي القذفة هذه فانتهى الأمر. هذا ما نتمناه. باش يقذف الكعبي، يقذف الكعبي وانتهى الامر. انتهى الامر وانتهت هذه المقابلة اللي عاشها الجمهور منذ اسابيع طويلة. مع السادة النظارة انتبهوا القذفة الأخيرة تاع الكعبي اللي قررت نهائيا مصير هذه المقابلة. بينما لو كان بلبابة المرابط يجي شوية، الكاميرا تجي شوية للجهة المدارج، تابعوا مرة أخرى قذفة الكعبي وشوفوا في الجمهور الكل نزل إلى الميدان. جمهور يسلم ويهني في شتالي فريق ممرن الفريق القومي التونسي. لكن بلبابة من فضلك لو كان تجي شوية لوسط جهة المدارج. الشتالي أمامنا لكن في مكان آخر كذلك اللي له دور كبير مع الشتالي. عطوبة محمول على الأعناق، كاميرا رقم 4 لو كان تمشي شوية لعطوبة. ثم صعوبات طبعا باش الواحد ياخذ هذه الصور، وكان ناخذ كذلك صور من المدارج، مشاهد من المدارج ما نجمش نوصفها لكم حاليا. 60,000 متفرج كلهم وقفوا لتحيه هذا الانتصار الصعب. نشوفه في المدارج. وإذا بعد ما في مقابلة دامت 120 دقيقة انتهت بالتعادل. الهدف الأول جاء لصالح الفريق التونسي عن طريق خميس العبيدي على إثر تمريرة في غاية من الروعة من طارق دياب.
لكن الفريق المغربي في 10 دقائق من الشوط الثاني تمكن باش يعدل النتيجة عن طريق مصطفى على إثر مخالفة نفذها العربي. ثم جاءت محاولات لكل من الفريقين وخاصة للفريق التونسي في نهاية المقابلة عن طريق بن عزيزة وفي بداية الفترة الإضافية الأولى عن طريق وادة، لكن كان مصير المقابلة ومصير الترشح عن طريق ضربات الجزاء اللي كان فيها الانتصار والتفوق لصالح الفريق التونسي اللي سجل 4 أهداف عن طريق طارق العبيدي بن عزيز الكعبي. مش لازم نقوله شكون اللي ضيع الهدف، ما عندوش قيمة جبالي. بينما المغرب ضيعت هدفين عن طريق جزار وخاصة عن طريق فراس. سيداتي وسادتي، ما بقينا إلا نشكر كل الزملاء اللي شاركوا في هذا النقل المباشر من الملعب الأولمبي بالمنزه. نشكر زميل المخرج بالباب المرابط وكل الأخوة اللي أشرفوا على هذا النقل. وعلى هذه المشاهد نترككم سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء إن شاء الله في مقابلات أخرى وفي مقابلات البطولة للأسبوع القادم.